أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Today I'm going to talk about introduction to histopathology. That's the first lecture in our talk. What is the pathology? It's derived from two Greek words, pathos, اللي تعني لي suffering, اللي يعاني, logos, اللي تعني لي study. الباثوفيسيولوجي, pathos means suffering, and physiology, study of normal function. فإذا نبدي نعرف العلم الأمراض النسيجية أو اللي يسمونه بالباثولوجي is a scientific study of structure and function of the body in the disease, in the diseases. أو ممكن نعرفها بصيغة ثانية اللي تقول it consists of the abnormalities that occur in normal anatomy and physiology leading to disease. يعني العلم اللي يهتم بالتركيب ووظائف الجسم في حالة الأمراض أو اللي يهتم بالتشوهات يعني الأشياء الغير طبيعية اللي تحدث بالتشريح النورمال أناتومي أو الفسيولوجي نتيجة الأمراض يهتم بها الباثولوجي. فإذا أردنا نقارن بين الباثولوجي والباثوفيسيولوجي راح نشوف الباثولوجي. Pathology or pathophysiology is related to diseases, بينما الفسيولوجي is related to the healthy one or to the health. Pathology involves the investigation, the causes of disease, راح نعرف شنو السبب للديزيز, and associated changes at the level of cell tissue and organs. يعني هنا راح نشوف انه شنو الاسباب اللي سببت لنا هذه الامراض. كذلك هل هناك تغيرات على مستوى السيلز او على مستوى التشو او على مستوى الاورجانز which in turn give rise to the presenting signs and symptoms of the patient. الباثولوجي ممكن يعتبر كجسر كحاله وسطيه a bridge between science اللي هو البيزك science and medicine اللي هو الكلينيكال. لذلك في بعض الاحيان يسمونها بري كلينيكال ساينس. The study of pathology is ممكن نقسمها الى general pathology اللي راح يهتم بالامور العامه مثل النكروسيز ممكن الديجنريشن وغيرها او ممكن يكون special or systematic pathology راح يجي على system مثلا urinary system ويحكي على الابنورماليتيز اللي ممكن تصير فيه. اما الشخص اللي مسؤول عن هذه العمليه يسمونه الباثولوجيست اللي هو ممكن يكون هيستوباثولوجيست او ممكن يكون باثولوجيست. طبعا الباثولوجي بي بارتين اللي احنا ممكن اللي يكون الماكروسكوبيك وممكن يكون المايكروسكوبيك. الماكروسكوبيك مثل الطب العادي وراح نذكره بالمحاضره ان شاء الله. There are four aspects of disease process that form the core of pathology. يعني إذا أجينا مثلا نريد نعرف الباثولوجي شنو الأشياء المفاهيم اللي ممكن نعرف لازم نعرف ال causes اللي يسمونها بالإتيولوجي علم الأسباب. ممكن نعرف ال mechanisms of its development شلون تطور ال disease اللي يسمونها بالإمراضية ال pathogenesis. ممكن نعرف ال structure alterations induced in the cell and organs of the body اللي هو المورفولوجيكال تشينجز. ممكن نشوف شنو التغييرات اللي ممكن تصير بالشكل الخارجي للنسيج. اخيرا ممكن نشوف الفانكشنال كونسيكونس اوف مورفولوجيك تشينجز كلينيكال سيجنيفيكانت. فراح ناخذهم بارت بارت. والايتيولوجي احنا هنا اكو اعتقاد قديم سابق اللي هو من الاركيدنز يقولون if someone become ill إذا شخص أصبح مريض it was the patient own fault نتيجة خطأ for having sent for example to or making of outside agents such as bad smells, cold, evil spirits or gods. هذا الاعتقاد السابق بالنسبة للأمراض. لكن بالعلم الحديث بالmodern terms قالوا there are two major classes of etiology either genetic factors or environmental factors. الجينيتيك فاكتور مثلا على سبيل المثال ناخذ الكانسر as an example or atherosclerosis راح ممكن يكون. اما الاكوايرد ممكن يكون اللي هو الانفيرومنتال due to infection viral bacterial او nutritional
malnutrition او سبب استخدام chemical agents or physical agents. اذا نجي للباثوجينيسيس اللي هي الامراضيه وهي العمليه اللي لها علاقه من مرحله دخول الايفنتس اللي تحدث من مرحله وجود الكوزاتيف ايجنت الى ان ظهور العلامات السريريه. فريفيرز تو ذا سيكونس اوف ايفنتس ان ذا ريسبونس اوف سيل اور تيشو. باعتبار احنا جاي نركز على الهيستوباثولوجي فانا راح نركز على السيلز اور تيشو تو ذا ايتيولوجيك ايجنت اي كوزاتيف ايجنت لايك بكتيريا فيروس كانسر اتسترا. From the initial stimulus, من بداية ظهور أو دخول the causative agent to the ultimate expression of disease, إلى أن تظهر العلامات النهائية للمرض. هذه يسمونها بالباثوجينيسيس. المورفولوجيك changes, التغيرات اللي ممكن تكون على أساس ال structure, على أساس the cells of tissue, refer to the structural alterations in cell or tissue that are either characteristic of the disease or diagnostic of the etiologic process. ممكن تكون على مستوى الكاركترستيك للديزيز او على مستوى التشخيص للكوزاتيف ايجنت. فالبراكتس اوف دايجنوستيك باثولوجي از ديبيتد توارد ايدنتيفاينج ذا نيتشر اند بروجريشن اوف ديزيز باي ستادينج ذا مورفولوجيك تشينجز ان تيشو اند كيميكال التريشن ان بيشنت. يعني هنا أنا مهم عندي أنه أعرف الطبيعة والتقدم اللي يصير للديزيز عن من خلال معرفة أو دراسة التغيرات اللي تصير بالشكل مالت النسيج أو ممكن التغيرات الكيميائية اللي تصيب البيشنت. More recently هنا أنا أكو صارت ممكن أكو معوقات ممكن أكو ultimate ممكن يكون limitations. The limitations or morphology of diagnosing diseases have become increasing. صارت عندنا اكو limitations. فهنا احتاجوا انه يطورون field of diagnostic pathology تطور يتوسع فبدا يتخصص for example دراسه المولكيولار بايولوجي او مولكيولار بايولوجي او immunological approach. ممكن يدخلون الجانب المناعي له علاقه بالهيستوباث ممكن الجانب المولكيولار او يسمونه بالانجلش مولكيولار. فممكن يصير molecular analysis by technique مثل ممكن study of DNA, study لل RNA, مستخدم ال DNA microarrays as begin to reveal genetic differences. ممكن يستخدمون هذه الأمور الأخرى. ممكن تكون due to functional derangement and clinical manifestations. إحنا لازم نقارن بين شنو symptoms, شنو signs. But the nature of morphologic changes and their distribution in the different organs or tissues influence normal function and determine the clinical features, symptoms and signs, courses and prognosis of a disease. فاحنا ممكن نشوف التغيرات الوظيفية اللي ممكن. فاحنا راح نعرف شنو الساينس والسيمتومز. عندنا مصطلحين مهمات واحد لازم يعرفهم او اربع مصطلحات بالحقيقة. الهيلث اند ديزيز. الديزيز هو opposite للهيلث. اذا كنت انت healthy ما عندك اي مشاكل اوكي. إذا كنت تعاني من مشكلة معينة هنا راح يجينا الديزيز أو المرض. الهيلث may be defined as شنو نعرفها؟ إذا عرفنا الهيلث راح نعرف الأوبوزيت لها اللي هو الديزيز. Health as a condition when the individual is in complete accord with the surrounding. ما عنده مشكلة متواصل ويا الوضع العام. A disease loss of ease. الإيز اللي هو معناه comfort يعني مرتاح to the body. ذلك يسمونه this is this is معناها النفي للكومفورت ما مرتاح. اذا كنت مرتاح وامورك طبيعيه ما عندك مشاكل فهذا هو الهيلث. اما this this is اللي راح يسمونه بالديزيز. الالنس ممكن بعض الاحيان يصير له confused with the disease. الالنس هو الرياكشن is the reaction of the individual to the disease. يعني الالنس مو هو نفس المصطلح اللي يستخدم للديزيز. بعض الاحيان انه اغلب الباحثين يعتبر الالنس ديزيز وممكن يستخدمه. لا الرياكشن اللي يجي من الاندفجوال للديزيز يسمونه الالنس. بينما الحاله الديزيز التغيرات اللي ممكن تصير هي اللي يعبرون عنها الديزيز. يعني اللي قلنا ذس ايز يعني الغير انا بالراحه. فالرياكشن اوف ذا اندفجوال تو ديزيز ان ذا فورم اوف سيمبتومز. احنا راح نعرف انه symptoms هي تجينا من البيشنت الاشياء اللي ينطينا اياها البيشنت. And physical signs اللي هي الساينس اللي راح تجينا اللي يعرفها الكلينيشن اللي راح يعرفها
الطبيب او الفيزيشن. فالسيمبتومز هي الاشياء اللي يعطينا اياها المريض، والساينز الاشياء اللي ممكن يعطينا اياها البيشنت. ففاينالي ذير ار سيمبتومز should be understand what's the meaning of the symptom syndrome, meaning running together or characterized by combination of symptoms caused by altered physiological process. عرفنا هنا بعض المصطلحات، فعندنا مصطلحات مهمة بالهيستوباثولوجي should be know all of these. As an example, patient is a person affected by disease. الشخص اللي يتأثر بالمرض نسميه patient. Lesions, أو يسمونها بالعربي الآفة, are the characteristic changes in tissue and cell produced by disease in individual or experimental. الآفة عادة هي التغيرات اللي ممكن تحدث بالتشو أو السيلز اللي تنتج بواسطة الأمراض إذا ان individual ما تكون بالشخص، أو ممكن الشخص يحدثها بالإكسبيرمنتال أنيمال. أنت عندك شغل مختبرات أو عندك بحث، ممكن تحدث آفة بالمايس او بالرات او الرابيدز، ممكن تحدثها وتظهر وتشوف التشنجز اللي ممكن تكون بتفحصها بالمايكروسكوب. الباثولوجيكال تشنجز او الباثولوجيك تشنجز او يسمونها بالمورفولوجي consist of examination of disease tissue. يعني احنا حتى نشوف التشو ونفحصها نحتاج انه نشوف شنو الابنورمال تشنجز اللي صارت به. فالباثولوجيكال تشنجز ممكن can be recognized by naked eye، اشوفها بالعين المجرده، وهذا نسميه بالمايكروسكوبيك تشينجز. اللي يدرس مثلا بالطب العدلي او بالتشريح ممكن يشوف الماكروسكوبيك الاشياء اللي تكون نورمال يدرسها التشريح، او الابنورمال اللي يدرس مثلا الاشياء لها علاقه بالهيستوباثولوجي. او ستديد باي ماكروسكوبيك اكزامينيشن، يعني العينه مثل ما قلنا بالجانب العملي بنتجي نحتاج نسوي لها كروس اكزامينيشن، يشوفها الهيستوباثولوجيست ويعطيها تفاصيل عيانيه بالعين المجرده، هذا يسمونه الماكروسكوبيك تشينجز. وبعدها يبدا بالخطوه اللاحقه يدرس التغيرات عن داخل او تحت المجهر، يسمونها الميكروسكوبيك اكزامينيشن اوف تيشو. الايتيولوجي مثل ما عرفنا قلنا الكوزاتيف ايجنت اللي ممكن يسبب انكلودز ذا اندرلاينينج كوزز اند موديفاينج فاكتورز، ليش حدث المرض، واي اوف ديزيز. For example, disease with unknown etiology like hypertension or blood or diabetes or cancer, etc. ممكن احنا نعرف ليش صار هذا المرض، منين اجت، لازم نعرف هل هنالك unknown causes or there is a cause. The pathogenesis احنا عرفناها بالمقدمه refers to the steps in the development of disease. How of disease، ليش صار عندنا المرض. ممكن نعرف the functional implications of the lesion you have felt with the patient as a symptoms or those discovered by a clinician are the physical signs. يعني حتى نعرف شنو السيمبتومز شنو نعرف الساينس واحنا بيناهم بالاستعداد القابلهم. ايضا ممكن نعرف الكلينيكال significant of the morphological or functional changes اللي هم together with the result of other investigation اللي راح ممكن تكون help to arrive the answer. ممكن نعرف شنو what's the wrong، شنو diagnosis، شنو differential diagnosis، شنو prognosis للdisease، شنو treatment اللي ساعدنا للقضاء على الdisease، وبالتالي علاقة بين histopathologist وبين الphysician، الclinician، السيرجن أو الطبيب الباطني. ثم بعد ذلك should be done avoid complication or spread prevention what is the disease. ايضا عندنا سب ديفيجن للباثولوجي. الباثولوجي كمصطلح عام ممكن عندنا هيومن باثولوجي يدرس لنا الهيومن سامبلز، ممكن بلانت باثولوجي يدرس لنا البلانتس والنورمال تشينجز اللي ممكن تكون بالبلانت تيشوز، ممكن عندنا الفيت او الترينري باثولوجي اللي يدرس لنا الابنورمال تشينجز اللي تكون بالانيمال تيشوز، وعندنا مصطلح مهم اللي هو الكومباريتيف باثولوجي. هذا راح يكون هو من اسمه كومباريتيفز مقارنه، deals with the study of disease in animal in comparison on comparison with those in human. يقارن ال changes اللي يصير بال human وال changes اللي يصير بال animals. المصطلحات اللي لازم نعرفها هو الهيستوباثولوجي اللي هو موضوعنا،
اللي يسمونه في بعض الأحيان anatomic pathology أو يسمونه pathologic anatomy أو يسمونه بالmorbid anatomy. يعني هاي كلها مصطلحات للهيستوباثولوجي اللي يعتبر classic method of study، إحنا نعتبر الأساسي اللي هو عادة most useful one. حاليا إحنا نستخدم الهيستوباثولوجي هو most useful one. شنو اللي راح يدرس لنا هذا النوع اللي راح نعرف إن شاء الله بالمحاضرات اللاحقة. This study includes structural changes، راح أشوف التغييرات التركيبية اللي تصير بالتشو اللي هي observed by neck eye examination اللي راح أشوفها ممكن بالعين المجردة، ممكن أكو أشياء نلاحظها تغير بلون التشو، تغير بأشياء أخرى، or the changes detected by the light and electron microscope اللي أشوفها تحت المجهر العادي أو المجهر الإلكتروني، اللي ممكن نستخدم special staining أو روتيني ستيني، ممكن نستخدم ال HMD اللي ما هي ماتوكسين أندوزين إن شاء الله راح نأخذها بالأسبوع اللاحق بالعملي، أو ممكن نستخدم الميونوهيستوكيمستري، ممكن نستخدم الميونوسايتوكيمستري، ممكن نستخدم ال RNA scope detection، ممكن نستخدم الإنسايتو، ممكن نستخدم الفيش. هاي كلها تكنيكس تساعد الهيستوباثولوجيست على الدايجنوسيس. هذا الهيستوباثولوجي. الأناتوميك باثولوجي includes هذا الهيستوباثولوجي. عندنا البارت الأول يسمونه surgical pathology، the study of tissues removed from living organs أو living bodies. يعني راح يدرس لنا التشو بعد ما يجينا من السيرجن من الجراح ويجيني أسوي له cross examination مثل ما ذكرنا بالجانب العملي. It involves a cross in a macro examination وممكن يكون microscopic examination for surgical specimen مثل بايوبسيز. تجينا بايوبسي من الجراح أشوفها عيانيا وبعدها أبدأ خطوات الفحص المختبري للميكروسكوبي. عندنا الفورنسيك باثولوجي اللي هو ممكن له علاقة بالطب العقدي أو يسمونه الأوتوبسي وورك، the study of organ and tissue removed at post-mortem بعد الوفاة for mediologic أو mediolegal work and for determine the underlying sequence and the cause of disease. إجانا شخص متوفي ونريد نعرف السبب من عنده، ممكن ناخذ الابنورمال تشينجز اللي ممكن نشوفها عن طريق الماكروسكوبيك او مايكروسكوبيك ونعرف الكوز السبب للوفاه. عندنا مصطلح انا راح اركز على الموضوع ده بالديتيلز هو السيتولوجي، هو علم العلم الخلايا اللي راح يدرس لنا، هو برانش للباثولوجي لكن ذات ستديز اند دايجنوسيس ديزيز اون ذا سيلولار ليفل. يعني راح اركز اعرف الديزيز من خلال دراسه السيلولر ليفل، يعني راح يكون عندي سيلز. فالسايتو يسمونه السايتوباثولوجي از جنرال يوز ذا سامبل اوف فري سيلز خلايا منبعثره او تيشو فراجمنتس. راح اروح مثلا مثل ما راح نشوف هنا عندنا التفاصيل. الباثولوجي يدرس لي الهول سكشنز هول تيشو، بينما السايتولوجي راح يدرس لي سيلز، راح يدرس لي تيشو فراجمنت. مثل ما راح ناخذ احنا راح مثلا عندنا حاله الاكزوفولاتيف سايتولوجي، يعني مثلا تجينا افه ابو الجديه يسوي سكراشنج لمنطقه معينه ويدسها للهيستوباثولوجي اللي ادرسها، فراح يشوف السيلز شنو تركيبتها. وهذا ممكن يستخدم السيل شيد اوف فروم ذا ليشن، او ممكن مثلا من البريست ناخذ فاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي، ناخذ بالنيدل مثل ما هو واضح عندكم حضراتكم، او ممكن ناخذ من الليمف نود، او ممكن ناخذ من الثايرويد وغيرها، ناخذ من مناطق معينه بالنيدل او اني ماس بريست ماس اي شيء ممكن ناخذ بالنيدل، وما يختلف عن البايوبسي. البايوبسي يقطع لنا هول تشو وندزه. الفاين نيدل اسبيريشن سايتولوجي اللي راح يكون حالات السوبرفيشال الاشياء الخارجيه، ممكن السكن يسوي لها سكراشنج، او ممكن الديب ستيت ليجن فور دايجنوسيس اخر عن طريق النيدل. سوري. الهيماتولوجي اللي يدرس لي بعلم امراض الدم، هذا اكيد اتس ديلز وذ ذا ديزيز اوف بلاد، يدرس لي الامراض اللي لها علاقه بالبلاد، وات انكلودز ذا لاب هيماتولوجي اللي يدرس الاشياء اللي تتخصص بموضوع اللابوراتوري، او الكلينيكال هيماتولوجي اكو فيزيشن ممكن يدرس لنا حالات مثلا الليمفوما، حالات الكانسر الليمف نود، ممكن حالات هوشكن الليمفوما، نان هوشكن الليمفوما، او تفاصيل الامراض الهيماتولوجي. ممكن عندنا بارت او برانش يسمونه الكيميكال باثولوجي او يسمونه بالكلينيكال بايوكيمستري،
involves the biochemical investigation with رسمنا التغيرات البيوكيميكالي of the bodily fluids such as blood, urine and cerebral spinal fluid by discovering how and where the body chemistry has changed. يعني احنا هنا من راح نجي نشوف التغيرات الكيميائية وشلون صار المرض وشن التغيرات الكيميائية اللي راح تحصل وهذا اللي يسمونه بالبيوكيميستري واعتقد ماخذينه بالبيوكيميستري. ايضا برانش من الهيستوباثولوجي ان الباثولوجي سوري يسمونه الاميونولوجي هذا اكيد راح يدرس لنا detection للابنورماليتيز بالاميون سيستم of the body comprises the immunology and the immunopathology. عندنا مصطلح الميونولوجي اللي هو علم البلاعة اللي هو يعتبر part ايضا من الميكروبيولوجي او الميونوباثولوجي اللي يدرس لنا التغيرات النسيجية من جانب مناعي وهذا part للهيستوباثولوجي وتفاصيله. عندنا branch اخر يسمونه الاكسبيرمنتال باثولوجي هذا ممكن انت تحدث ل animal disease تنطيفة injection مادة معينة وشوف التغيرات النسيجية اللي ممكن تصير فيه. For protection of disease أنت اللي تحدث المرض in the experimental animal and it study وبعدين تدرسها تحقن فد مادة معينة وتشوف the abnormal changes اللي ممكن تصير بالتشو وبعدها تدرس هاي the abnormal changes وشوف شنو الأسباب مالتها. أكو عندنا مصطلح يسمونه geographic pathology إلى علاقة بالجغرافيا إلى علاقة بالمنطقة هذا يدرس لنا the study of differences in distribution of frequencies and type of disease يعني مثلا على سبيل المثال تدرس abnormal changes أو disease إلى علاقة في مكان معين ما موجود في مكان معين وتوعز الأسباب the population in different parts of the world forms geographic pathology. عندنا ايضا بالعلم الحديث والتوجهات الجينيتكس ان هنا ممكن يكون الميديكال جينيتكس is a part of pathology is a branch of human genetic that deals with the relation between heredity اللي يسمونها الجينز والجينيتكس and diseases. فالجينيتكس هو الفرع من الهيومن جينيتكس او فرع من الباثولوجي اللي يدرس لي العلاقه بين الوراثه والامراض وبالتالي بما انه امراض فهو باثولوجي. المولكيولار باثولوجي هو الديتكشن اوف ديتكشن اند دايجنوسيس اوف ابنورماليتيز على مستوى الدي ان اي اوف سيلز. فاحنا من نقول المولكيولار تشينجز يعني على مستوى الدي ان اي على مستوى الار ان اي فذا ديتكشن اند دايجنوسيس اوف ابنورماليتيز ات ذا ليفل اوف دي ان اي اوف ذا سيل از انكلودد ان مولكيولار باثولوجي. ريسنت Advancement in molecular biology technique have resulted in availability of these methods not only for research purposes but also for a tool in diagnostic. قبل كانت المولكيولار just for research. الآن أصبحت لا وسيلة للدياجنوسيس. ممكن نستخدم PCR. ممكن نستخدم الطرق المولكيولار الأخرى. ممكن نستخدم RNA detection للmRNA. Okay. A cell injury and tissue response. مثل ما نعرف cells تمثل represent the basic unit of tissue which form organ and systems in the human bodies. إذا أريد ناخذ cells اللي هي أصغر وحدة تركيبية لي cells together ممكن ينطونا tissue والتشو together ممكن ينطونا الأورجان والأورجانز together ممكن ينطونا السيستمز والسيستم together ممكن ينطونا الهيومن بوديز أو الأنيمال بوديز. هذه السيلز can be divided ممكن نقسمها إلى epithelial and mesenchymal cells وراح نشوف شنو الفرق بيناتهم إن شاء الله لاحقا. لكن أريد أعرف السيل injury شنو اللي ممكن يصير. السيل injury is defined as a variety of stress a cell encounters as a result of changes in its internal and external environment. يعني ممكن any stress ممكن يسوي abnormal changes بالcells ويسوي بها تغيرات. وهذا ال cell injury ممكن يكون قابل للاسترجاع reversible مثل حالات ال hydropic degeneration ممكن يكون انه يرجع او ممكن ما يرجع ويسبب لنا death اللي حالات ال irreversible حالات يسمونها النخر necrosis او حالات الابوبتوزيس اللي هو الموت المبرمج للخليه او ممكن يكون ديبوزيت اللي هو مثل حالات
الليبيد والبروتين والبيجمنت والكالسيوم وغيرها، وممكن يتكيف السيلز تتكيف على حاله معينه يصير بيها تشينجز تتكيف، مما ممكن تصغر بالحجم يسمونه بالاتروفي، ممكن تكبر مثلا، وممكن يصير عندنا حاله الهايبراتروفي او يكون عندنا هايبربليشيا، وراح نعرف كل التفاصيل بالمحاضره اللاحقه. فالموست فورمز اوف ديزيز بيجنز وذ ذا سيل انجري فولود باي كونسيكونس اوف ذا لوس اوف سيل فانكشن. فالcellular response due to function or stress could be the cellular response to the stress may vary and depends on the following يعني changes أو ممكن stress type of cells or tissue involved ممكن يصير عندنا، أو ممكن يكون extend أو extend to the type of cell injury، فممكن يصير على change أو response على مستوى الخلية، أو ممكن يكون على مستوى التشو، أو ممكن على أساس type of injury اللي ممكن يصير. فالnormal cells بها three changes should be، إما يصير لها adaptations due to any changes، أو هذا ممكن يرجع للحالة الطبيعية with any stress removed، أو ممكن أيضاً نتيجة اللي يسمونها reversible cell injury مثل حالات ال degeneration حالات الانتكاس ممكن يصير لهم، أو حالة subcellular alteration تغير بداخل الخلية، وأيضاً هذا بعد من أنه ينشال الستريس ترجع الحالة أو تصير repair والنسيج يصبح healthy. ف when there is increased functional demand the cellular ممكن يصير لها adapt تتكيف تعيش هاي الحالة to the change which is are expressed morphologically and then revert back to the normal after the stress is removed. يعني هنا اذا نريد نشوف هذا يسمونه بحاله الادابتيشنز، ان اكزامبل للادابتيشنز حاله الاتروفي الضمور اللي يصير بالخليه، الخليه تصغر عن حجم الطبيعي وهذا راح نحكيه بالديتيلز بالمحاضره اللاحقه ان شاء الله. ممكن يصير هايبر اتروفي، هو هايبر معناه شيء كبير تكبر بالحجم، ممكن يصير عندنا هايبر بليجيا ممكن بزيادة خلايا أو ممكن يكون ميتابليجيا، وهذا السترس مو مجرد أنه يرفع الخلية ترجع للحالة الطبيعية، مثل مثلا لاعب بناء الأجسام يستخدم سترس على الخلية فالعضلة ممكن تكبر بالحجم وراح نعرف الأسباب، لكن من يترك ممكن الخلية ترجع لحالاتها الطبيعية. ممكن يكون المايل تو مودريت سترس يعني سترس ضعيف، وهذا يسمى ممكن أيضا ريفيرسبل يرجع لحالة الريبير من حالات اللي مثلا انتكاس، ممكن حاله دي يعني ديجنريشن سبسيلير مثل ما تفضل. اكو حالات لا يكون الستريس او الريسبونس سيفير يعني ومستمر، وهذا ممكن يؤدي لي الى الديث مثل حالات النكروسيس مثل حالات الابوبتوسيس يموت تموت الخليه، فهذا اللي راح نعرف ان شاء الله. فاذا اريد نعرف الايتيولوجي او اسباب للسيل انجري ممكن يكون بحاله سبب الهايبوكسيا اللي هو قلة نسبة الأكسجين اللي ممكن يسبب لنا حالة الأسكيميا. فهي due to what؟ إما reduce the blood supply، reduce supply of blood to cell due to interruption من حالة الأسكيميا، أو disorder بالأكسجين carrying RBCs من حالات الأنيميا، فقر الدم أو carbon monoxide poisoning، تسمم بأحادية أكسيد الكربون. ممكن بحالات الهارت diseases يصير عندي هايبوكسيا، ممكن حالات اللنج ديزيزز يصير عندي هايبوكسيا، ممكن تكون حالات الانجري ديو تو فيزيكال ايجنت، يعني واحد مثلا تعرض للتروما الصدمه، اما كيميكال تروما مثلا حادث بالطريق كيميكال تروما تروما سوري، او ممكن تكون ثيرمال تروما، ممكن تعرض الى حاله جو حار جدا او جو بارد جدا درجه الحراره تحت الصفر 70 تحت الصفر، فهنا ممكن يصير changes بالتشو. ممكن حالات الالكتريسيتي ممكن تكون ستريس ويسبب مشاكل بالتشو، ممكن حالة الراديشن الالترا فايوليت والايونايزنج، ممكن حالة الاشعاع تغير بالستركتشر، ممكن تكون rapid change in atmospheric pressure. ايضا ممكن يكون الستريس او السيل انجري due to chemicals and drugs، ممكن مواد كيميائية، ممكن تكون drugs like سيانيد، أرسنيك، ميركوري زئبق، سترونج أسيد، أند ألكالي. ممكن تكون environmental pollens، ممكن تكون أو ممكن تكون insecticides يعني حشرة
عضه الشخص او pesticides او ممكن يكون الاكسجين بهاي concentration, ممكن يكون بالهايبرتونيك جلوكوز اند سولت, زياده جلوكوز وقلته ممكن يصير changes اللي راح تعرفونه بحاله الاوزموزس والديفيوجن. ممكن يكون therapeutic نتيجه اعطاء دواء معين. ايضا السيل انجري ممكن due to microbial agent, مثلا بكتيريا صابت الانسان او صابت الحيوان, راكيتسيا الفيروس مثل ما جاي يشوفون يسوي changes مثل هسه عندنا كوفيد 19 او الفونجاي بروتوزوا, ممكن الاول الاوائل اللي هو الطفيليات اللي بروتوزوا اللي تعيش مثلا فور اكزامبل ان بلاد ليشمانيا وغيرها, ميتوزوا او اذر باراسايتس. ممكن يكون الكوزاتيف هو اميونولوجي, مثل ما نعرف الاميونولوجي هو وسيله دفاعيه للجسم, لكنه ممكن يكون بار ويسبب لي حاله ستريس, ممكن يسبب لي حاله انجري. فالاميونيتي از ا دبل ايج سورد, ممكن يكون باتجاهين او لذات وجهين. اتس بروتكت ذا هوست اجينست فيروس انجريز, اوكي معروف انه يحمي لنا الجسم من الكوزاتيف ايجنت, بات ات ماي اولسو تيرن ليثال and causal injury, ولكن ممكن يتحول ويصبح فتحالة مرضية مثل حالات الهايبرسنسيتيفيتي. عندنا تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4 بالنسبة لنوع الحساسية. عندنا حالات الانافيلاكتيك رياكشنز, حالات الوقائية نشوف الماسيال وغيرها تفاصيله. وعندنا الاوتوميون ديزيز روماتويد مثلا an example. فهذه ممكن تكون اسباب وممكن تكون النيوتريشنال سبب غذائي deficiency or an excess of a nutrient, ممكن يسوي nutritional imbalance عدم توازن غذائي بالمواد اللي يحتاجها الجسم. فال nutritional deficiency نقص the nutritional deficiency disease الأمراض اللي سببها نقص غذائي may be due to overall deficiency of nutrients, نقص عندنا starvation حالة مجاعة, هذا ممكن يسبب لنا cell injury of a protein مثلا عندنا بنسبة الكربوهيدرات ممكن تكون قليلة, المينرالز مثل حالات الأنيميا ممكن تكون قليلة, التريس إليمنتس أيضا, وممكن تكون بالعكس زيادة بالنيوتريشنال مو فقط النقصان. فالنيوتريشنال أكسس is abnormal of affluence societies resulting in, ممكن عند شخص يأخذ أكيد كميات زايدة, ممكن يصير عندنا حالات الأوبيسيتي اللي هي حالات السمنة المفرطة, ممكن اللي ياخذون نسبة كبيرة من النعم مثل الدهون يسموه, ممكن يسبب لنا حالة تصلبات الشرايين وغيرها, ممكن يسوي لي حالة الاثيروسكليروسيس, ممكن يسبب لي حالة الهارت ديزيزز, ممكن يسبب لي حالة الهايبرتنشن. وايضا ممكن السيل انجري ممكن يكون مع مرور الزمن او العمر. فالايجينج او السنسنس ليد تو امبيرد ابيليتي اوف سيل, راح يخلي الخلية تفشل لل undergo replication. احنا من مثل ما نعرف ان السيل لها قابليه انها تنقسم وتتكاثر وتوصل الى مرحله انه هذا العمر مالتها ينتهي بعد ما تقدر تنقسم, وبالتالي ممكن تروح الى حاله الديث اللي يسمونها اما بالابوبتوسس الموت المبرمج للخليه. فاذا فشلت الخليه impaired the ability of cell to undergo replication and repair, ممكن يصير فيها changes وما تقدر ترجع لحالتها الطبيعيه, and ultimately leads to cell death, culminating in death of the individual. بالنتيجة النهائية راح يموت بعد ما تموت السيلز أو يموت الأورجانز أو يموت التيشو. ممكن يكون psychogenic disease, ممكن تكون أمراض نفسية. There is no specific biochemical or morphological changes in common acquired mental disease, الحالات اللي لها علاقة بالمنتل, due to mental stress, ممكن strain, ممكن anxiety, overwork, frustration, ممكن حالات الناس اللي يصير عندهم depression, ممكن الناس اللي عندهم schizophrenia. However, the problems ممكن يكون عندكم ناس اللي ياخذوا متعاطين للدراجز, drugs addiction, او ناس اللي عندهم ياخذون الكحول, ممكن alcoholism او smoking, result in variety or various organ diseases such as liver damage, ممكن يصير عندهم chronic
برونكايتس، دول الناس اللي عندهم حالات نفسيه ممكن يتجهون على هذه الاتجاهات، يتعاطى مخدرات، ياخذ الكحول، يدخن بكثره، وممكن يسبب لنا الليفر دامج، كرونيك برونكايتس، لانج كانسر، ممكن يصير عنده بابتيك ألسر، ممكن يصير عنده هايبرتنشن، ممكن يصير عنده اسكيميك هارت ديزيز الى اخره. وممكن يكون الانجري ايديوباثيك، يعني unknown causes، يعني ما اعرف السبب له. فالايديوباثيك means of unknown cause. Most common form of hypertension, اللي هو 90% of idiopathic or essential hypertension، راح يكون هو idiopathic unknown cause. Exact etiology of many cancer، ايضا هاللحظه ما معروف المين كوز اوف كانسر، لذلك راح يكون هو من النوع الايديوباثيك ديزيزز. بهذا المقدار ان شاء الله اكتفي، وسيكون ان شاء الله تايب اوف سيلولر ادابتيشن في المحاضره اللاحقه، باعتبار نحتاج وقت اكثر نعرف الديتيلز لكل التفاصيل على الاتروفي، هايبرتروفي وغيرها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.